السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة من فرع الاستاتيكا هنكمل درس الاتزان. درس الاتزان ده اتفقنا إن هو من أطول الدروس، وعلشان تفهمه لازم تقسمه الأفكار. خدنا فيه حلقتين قبل كده. أول حلقة اتكلمنا فيها هي إيه قاعدة المثلث وإيه قاعدة لامي وإزاي بنطبقهم. بعد كده خدنا تطبيقات على الدرس وقلنا هنقسمها الأفكار. خدنا أول فكرة الجسم الموضوع على مستوى مائل. النهاردة إن شاء الله هناخد الكرة، فكرة الكرة. تاني الدرس ده قسمه لأفكار يا باشمهندس عشان تقدر تفهمه، عشان تتقنه لازم تقسمه الأفكار. ما ينفعش تقرأ مرة واحدة كده وبترتيب الأسئلة وتحل. اتفقنا برضو ان كتاب المعاصر شرحه على جزئين، عامل درسين فيه الاتزان وتابع الاتزان، وكل واحد منهم شرح فيه شوية افكار، وقلنا ان احنا هنمشي بترتيب الافكار بتاعتنا. النهاردة ان شاء الله هناخد الكرة. فكرة الكرة هي فكرة سهلة. فكرتها بتقول ايه؟ انت هيكون معاك كرة. الكرة دي انت هتربطها بحبل، وهتاخد الطرف التاني من الحبل تربطه على حائط. فين القوة اللي موجودة؟ تعال ناخد شوية أساسيات. لو حضرتك يا باشمهندس دي الكرة، وليكن مثلا، وجيت ربطتها بحبل، الحبل اللي بتربطه من نقطة على سطحها، أكيد مش بتخرم الكرة عشان تربط بالمركز. الكرة بتتسند على الحائط، يعني الحائط بيكون ليها مماس، هي ما بتعديش جواه. الكرة لما هتربطها هتسند على الحائط. كده احنا ربطناها بحبل، وليكن ان هو ده الحبل. بيقول لك طالما الكرة منتظمة لازم خطوط القوة اللي موجودة تمر بالمركز. مش فاهم فين القوة اصلا يا استاذ؟ ايه اللي شايل الكرة؟ الحبل يا استاذ، لانه شايلها على الحيطة. تمام، يبقى هنا كده في شد. القوة دي لازم تمر بالمركز، لازم. هنا كده الشد يا استاذ بيكون اتجاهه في النقطة الثابتة. الحيطة ديت للكرة ما عدتش جواها علشان في رد فعل. تمام، يبقى هنا كده رد الفعل. وزنها لازم يأثر في مركزها، الوزن بتاعها لازم يأثر في المركز بتاعها. فجينا خدنا توازي للوزن. شوف القوة دي قوة الوزن، خد لها توازي. هنسيبها على الحيطة لأن الحيطة هي اللي شايلة، يبقى هنا كده الوزن. بقى ده يا أستاذ مثلث القوة. من معطياته هيكون مديلك حاجة من اتنين، لإما يديك زاوية ميل الخيط، لإما يديلك طول الخيط ونص القطر. مش فاهم. كرة مربوطة بخيط من نقطة على سطحها، حتى صنع مع الرأس زاوية قياسها 30، ده الرأس، دي الزاوية 30. جينا قلنا له يا أستاذ ده مماس. مماس يعني إيه؟ يعني نص القطر عمودي عليه. قائمة و30، يبقى فاضل كام؟ فاضل 60. طب دي تتحل بقاعدة لامي ولا قاعدة المثلث؟ لا دي تتحل بقاعدة لامي. كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول كل قوة على جيب الزاوية اللي قصادها، يعني الوزن على جيب الزاوية اللي قصاده، رد الفعل على جيب الزاوية اللي قصاده، الشد على جيب الزاوية اللي قصاده. وكان طبعا بيديني قيمة، لإما للوزن للرد الفعل لا للشد، لإما يقول لك هاتلي بدلالة الوزن مثلا، وكنا بنحل السؤال. والفكرة التانية بتاعتها كان بيجي يا أستاذ يديني طول بدل ما يديني زاوية. يقول أنت معاك كورة؟ قل له تمام، ربطناها بخيط من نقطة على سطحها، ماشي، طوله 8 سنتي، وربطناه الطرف الثاني بالحائط، ده كده الحائط.
هو قال إن طوله 8 سنتي وطول نص قطرها 3، نقب 3 أو بخمسة. هنا برضو نقب 5. لو حبينا نحط القوة، ده المركز يا أستاذ الوزن بيأثر فيه، قوة رد الفعل بتعدي منه، ما هو لازم الشد يكون معاهم. هنا كده الشد، لو خدنا توازي للوزن هنجيبه هنا، ده الوزن، ده عمودي، تمام. هنا كده كان رد الفعل، ده كده الطول ده بكام؟ الطول ده اللي هو طول الخيط زائد نص القطر. يا ريت نركز في دي قوي، الناس اللي بتنسى تجمع طول نص القطر. الخيط حضرتك انت ربطته من بره، لازم تضيف نص القطر، يبقى ده كده ب 13 سنتي. هنا كده الشد، ده بخمسة، ده ب 13، هنجيب ده من فيثاغورس ب 12 سنتي. يبقى الوزن على ال 12 بيساوي رد الفعل على 5 بيساوي الشد على 13. دي كان اسمها قاعدة المثلث، كنا بنقسم كل قوة موجودة على الضلع بتاعها. ده يا باشمهندسين فكرة الكرة. طبعا الفكرة دي ليها أشكال وليها أفكار، هناخدهم واحدة واحدة وإحنا شغالين مع بعض. هنشتغل من كتاب المعاصر نسخة 2021، هنحل تمرين وأسيب لك تمرين تتحله. صفحة 105 من كتاب المعاصر، هسيب لك السؤال 4 والسؤال 5، دول خاصين بفكرة الكرة، هسيبهم لك تحلهم. هنحل مع بعض السؤال 6، بيقول إيه؟ بيقول كرة ملساء وزنها 15 نيوتن تستند على حائط رأس أملس ومعلقة بخيط مثبت أحد طرفيه في نقطة على سطحها، وطرفه الآخر مربوط في الحائط في نقطة أعلى نقطة تماس الكرة تماما. فإذا كان طول الخيط يساوي طول نص قطر الكرة، أوجد الضغط على الحائط والشد في الخيط. تعالوا نرسم الكلام ده يا باشمهندسين. حضراتكم دي الكرة، وهنا طبعا ده الحائط، ده كده الحائط، دي كده الرسمة الأساسية. عاوزين نحط خطوط القوة. بيقول إن أنا جيت من سطحها وقمت رابط بخيط، ده الخيط، طبعا هنضيف عليه نص القطر، تمام يا أستاذ. هنا كده حصل رد فعل، هنا كده شد، هنا كان الوزن، الوزن اللي هو ب15 نيوتن، هناخد له توازي هنجيبه هنا، ده كده 15 نيوتن. قال إن كان طول الخيط بيساوي نق، يعني ده قد ده، طب ما ده نص قطر، تمام. في ناس يا شباب يقوموا حاطين إيه؟ قايلين إن الضلع ده بسين والضلع ده باتنين سين أو لام واتنين لام، ويجيبوا ده بجذر 3 لام. في ناس تقوم جاية قايلة إن ده طوله بلام، دوت لام ولام اتنين لام، يجيبوا ده من فيثاغورس بجذر 3 لام، يسموا ده ألف ب ميم مثلا، ويقولوا إن ألف ب تربيع بيساوي ألف ميم تربيع ناقص ب ميم تربيع، اتنين لام أس اتنين بأربعة لام أس اتنين ناقص واحد لام أس اتنين بتساوي 3 لام أس اتنين، يبقى ألف باء بجذر 3 لام. ده كده لو عاوز يجيب بالأطوال. وناس تانية قالوا لأ، هنا في رد الفعل وهنا في الوزن، وكنا نقدر يا أستاذ نقسم كل قوة على جيب الزاوية اللي قصادها. أي طريق أنت عايز منه تمشي تمام. تاني دي كنا بنقول بما إن ده نص قطر بيساوي نص طول الوتر، ليه؟ لأنه قال إن طول الخيط قد طول نص القطر، فبالتالي يا أستاذ ده بيساوي نص الوتر، يعني الزاوية 30، ضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر، ودي قائمة يبقى دي ب90. وكنا نشتغل بقاعدة لامي. أو ناس تانية كانت حابة تشتغل بالأطوال، نقول بقى الوزن اللي هو 15 على طول الضلع اللي هو عليه جذر 3 لام بيساوي رد الفعل على طول الضلع اللي هو عليه لام
بيساوي الشد على 2 لام. ممكن نقسم كله على لام، يعني ممكن أشيلها عادي، لام دي أشيلها مفيش مشاكل كده. يا أستاذ، أول حاجة رد الفعل طلع بيساوي 5 جذر 3 لما ضربنا فوق وتحت في جذر 3، أو اكتب دي على الآلة الحاسبة نيوتن. ولو خدنا المعلومة دي مع الشد يبقى الشد طلع بيساوي 10 جذر 3 برضو نيوتن. صفحة 105، السؤال 7. السؤال ده يعتبر من الأفكار، بيقول إيه؟ كرة معدنية وزنها 15 ثقل كيلوغرام، موضوعة بحيث تمس مستويين أملاسين، إحداهما رأسي والآخر يميل على الرأسي بزاوية قياسها 30. أوجد رد فعل كل من المستويين. بيقول حضرتك إن أنت معاك الأفق هو كان فيه مستويين 2، واحد كان رأسي يعني عامل زاوية قايمة مع الأرض، والتاني مائل بزاوية 30، ده كده المستوى التاني. بس قال إن 30 دي مع الرأسي، قال إنه بيميل على الرأسي ب30، ده يا أستاذ الرأسي يبقى هو عامل معاه زاوية 30 كده. جاب كورة وقام سايبها هنا، لما ساب الكورة قام تمس الأضلاع كده، دي كده الكورة. الكرة طبعا هي كده ضغطة على القضيبين، عاوز قيمة الضغط ده، تعال نحط القوة. الوزن بيأثر فين يا باشمهندس؟ في المركز. طيب نزل الوزن، تمام. هنا ده مماس، المماس ده بيطلع منه قوة اسمها رد الفعل. قوة رد الفعل أو أي قوة موجودة لازم خط عملها يمر بمركز الكرة، حطها أساس في دماغك. تعال يا باشمهندس نعمل مماس من هنا كمان. يبقى هنا كان في ضغط وهنا في ضغط، ده الضغط الأول لأنه قال مستوى رأسي الأول، وبعد كده ده الضغط الثاني، وهنا كانت قوة الوزن. تعال للزوايا حضرتك، دي قائمة معانا 30، يبقى فاضل هنا 60. الوزن عمودي على الأرض يبقى دي 30، يبقى دي 30 تقابل بالرأس، دي 90، طلعت دي بتساوي 60، يعني زاوية ميل المستوى مع الأفق هي الزاوية اللي هنا، دايما دايما ثابتة ثابتة. تعال نشوف خطوط عمل القوة فين. أنا معايا يا أستاذ قوة هنا اهي، ماشي. القوة دي زاويتها كام؟ ودي كانت قوة برضو زاويتها كام؟ ودي كانت قوة. ده كان خط مستقيم معايا منه 60، يبقى فاضل الزاوية هنا كام؟ الزاوية هنا 120، تمام. ده وده متعامدين، 120 و90 من متجمع حول نقطة، يبقى دي ب150 بس، خلاص الموضوع معاك انتهى. هتقول الضغط الأول على جام 120 بتساوي الضغط الثاني على جا 90، الوزن على جام 150. احيانا بيسموا الضغط ده رد الفعل، هنا هو عايز رد الفعل، عادي كنا سمينا دي رد الفعل. هنعمل وسطين في طرفين، يبقى الضغط الثاني بيساوي 15 جا 90 على جا 150، جا 150 بنص، يبقى الناتج طلع 30 نيوتن. الضغط الاول هيكون بكام؟ الضغط الاول بيساوي وسطين في طرفين 15 في جا 120 بجذر 3 على 2 على النص، يبقى النتيجة 15 جذر 3 نيوتن. السؤال 12، صفحة 106، بتقول ايه؟ بتقول كان معايا قضيبين متوازيين او حاملين، في ناس ترسمهم كدايرتين كده مظللين، وفي ناس تعملهم مستطيلين كده، يقولوا دول القضيبين المتوازيين. جبنا كورة وسندناها عليهم من فوق،
جبنة قورة حطناها كده، وليكن مثلا قال إن البعد بينهم قد نص قطرها، يعني أنا لو وصلت ما بين دول كده ونص القطر المركز هيطلع مثلث متساوي الأضلاع. بيقول لو كان وزنها بستين تقدر تجيب لي الضغط على كل قضيب بإيه؟ نقول تمام، نحط القوة اللي موجودة. حضرتك قلت إن الوزن بتاعها بستين، ده الوزن. هنا يا أستاذ في رد فعل لازم يعدي بالمركز، هنا يا أستاذ في رد فعل برضو لازم يعدي بالمركز أو ضغط، ضغط واحد ضغط اتنين. المثلث المتساوي الأضلاع كل زاوية من زواياه بستين، الوزن بيكون عمودي على الأرض، بقى ده منصف للزاوية في المثلث المتساوي الأضلاع. فاكر الخواص في المثلث المتساوي الأضلاع؟ المستقيم المرسوم من الرأس عمودي على القاعدة بينصف زاوية الرأس وبينصف القاعدة. وبما إن زاوية الرأس كانت بستين لأنه متساوي الأضلاع، يبقى كل زاوية هنا بتلاتين. ده كده يا أستاذ خط مستقيم معايا منهم ستين، يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل 120. خلاص يبقى دي كده يا أستاذ ب 120 مع ال 30 أصبحت دي كلها بتساوي 150، ودي كانت 60 بالتقابل بالرأس، يبقى فاضل 150 برضه. طالما الزاويتين قد بعض يبقوا قوتين قد بعض. تعال نحسبهم. بنقول الضغط الأول على جيب الزاوية اللي قصاده، ضغط واحد على جا 150 بتساوي ضغط 2 على جا 150 بتساوي الوزن على جا 60. هنعمل وسطين في طرفين، يبقى الضغط الأول بيساوي 60 في جا 150 على جا 60. الضغط الثاني بيساوي 60 في جا 150 على جا 60، ما هم قد بعض يا أستاذ، كنت حسبت واحد وخلاص. 60 في نص على جذر 3 على الاثنين، ده على الاثنين 60 على جذر 3، فهل 20 جذر 3؟ ونحط التمييز نيوتن لأن الضغط الأول قد الضغط الثاني. السؤال 13 هسيبه لك أنت تحله. السؤال 23 بيقول إيه؟ في كرة موضوعة ما بين برضو مستويين، واحد مائل بزاوية جيب تمامها 3 على 5 والتاني رأسي. تاني معايا مستويين، واحد مائل بزاوية ه، معايا جيب تمامها، معايا جتا بتلاتة على خمسة. نقدر يا أستاذ نرسم مثلث نحط الجتا تلاتة خمسة ده أربعة عشان هنحتاجها. وجينا يا باشمهندسين قلنا له ده المستوى الرأسي، وكرة جت اتحطت من هنا سندت عليهم كده. تعال بقى يا باشمهندس نحط القوة. أول حاجة كان في قوة الوزن، قوة الوزن بتيجي من المركز، وكان سايب واو وعاوز ردود الأفعال بدلالة واو، يعني سيب واو فيها. هنا في يا أستاذ رد فعل أو ضغط، هنا في رد فعل، خلي بالك إن ده مماس، مماس يعني عامل زاوية قائمة بيمر بالمركز لأن خطوط القوة لازم تمر بالمركز. ده رد فعل اتنين. أعتقد إن الموضوع انتهى. من المثال اللي فات متفقين إن دي ه دي 90، دي 90 ناقص ه، دي 90 ناقص ه بالتقابل بالرأس يبقى دي ه، أو قلنا ثابتة ومباشر لو دي ه دي زيها، لو دي 30 دي زيها على طول. تعال بقى نحط خطوط عمل القوة ونجيب الزوايا اللي بينهم. هنا كده كان الوزن، هنا كده رد الفعل، هنا كده رد الفعل، ماشي. ده خط مستقيم معايا ه، بقت دي 180 ناقص ه لأننا هنشيل منه الزاوية ه، دي قائمة، بقت دي 90 زائد ه، بس خلاص الموضوع انتهى معايا. الوزن على جا 90 زائد ه،
بتساوي رد فعل 2 على ج 180 ناقص ه، بتساوي الرد فعل 1 على ج 90 وزن على ج 90 زائد ه، ده دي بجتا ه. رد فعل 2 على ج ه، رد فعل 1 على 1. تعال نبدل جتا ونحط قيمتها. جتا ه بكام؟ ب 3 على 5. رد فعل 2 على ج ه بكام؟ 4 على 5، بتساوي رد فعل 1. بس خلاص يا باشمهندس، وسطين في طرفين، فجينا قلنا له رد فعل 2 بتساوي 4 على 3 من الوزن. طب رد فعل 1 بكام؟ رد فعل 1 ب 5 على 3 من الوزن. ليه؟ أهو مقام المقام يطلع بسط. أتمنى إن أكون قدرت أفيدك، ونتقابل إن شاء الله مع فكرة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.